قصتنا اليوم من قصص ملاك ستوري. تقول صاحبة القصة: أنا بنت كنت في المرحلة الإعدادية، إنسانة جدا سعيدة وعندي طموح عالي، وعندي بنت خالتي كانت جدا مقربة مني وأعتبرها زي أختي. كنا ندرس مع بعض في نفس المدرسة. كان عندها طبع التملك، يعني ما تبغاني أكون صداقات غيرها، لا تروحين عني، لا تتركيني، ومن هالكلام. كنت مرة متحملتها لأنها تزعل من أدنى كلمة وتنفس. أنا كنت بما إني أحبها أمشي على كلامها عشان ما تزعل مني. كانت شخص سام وسلبي بكل ما تعنيه الكلمة، دائما متشائمة، نظرتها للحياة سلبية جدا، مع إنها وحيدة أمها وأبوها ومدلعة وحياتها من أحسن ما يكون، وأمها طيبة حتى أكثر من أمي. المهم مرت الأيام وكبرنا، وأنا ما صرت زي الأول لأني كبرت وشخصيتي تغيرت، صارت قوية والكل يشهد بإني تغيرت للأحسن، وكونت علاقات وصداقات وتقربت من قريباتي الباقيين. صار عندي ناس كثير يحبوني ويسألون عني، وما كان عاجبها شيء أبدا، دايما تسوي لي مشاكل مع أمي إني أزعلها، وكل هذا عشان بس ما صرت أهتم فيها زي قبل. واستنتجت إنها شخص سام وسحبت نفسي منها بالتدريج، وكان أثرها علي جدا سيء. وللأسف إنها تعرف الكثير أكثر مما تتخيلون، تعرف أشياء ما يعرفونها أخواتي وكل فضايحي عندها. إحنا للأسف في مرحلة من مراهقتنا كنا نكلم شباب ونكذب عليهم ونطلع منهم فلوس، وفي واحد بس ما كنت استغله مثل الباقيين لأني كنت أحبه. وبعدين أنا وبنت خالتي تبنى توبة نصوحة لوجه الله، وبطلنا نسوي هالأشياء لأننا كبرنا وعقلنا وتغيرت أفكارنا، لكني ما زلت على تواصل مع اللي كنت أحبه. مشاعره له كانت أكبر مني، كنت أشوف وجد كل شيء بحياتي وأنه هو زوج المستقبلي، وهي كانت تعرف بعلاقتي معه. وبعد فترة اكتشفت أنه هذا الشخص أكبر مني بكثير وكان يستغلني عاطفيا، وقررت أني خلاص أتركه تماما. تركته وركزت على نفسي ودراستي وأهلي وصلاتي، وكنت أقول دائما الحمد لله أنه ربي ستر علينا أنا وبنت خالتي ورجعنا إلى الطريق الصح. نسيت بنت خالتي نهائيا، وهي كانت من النوع اللي مستحيل يختلط بالناس بسهولة، كنت أشوفها لحالها دائما في الجامعات وما كنت أدري أنها حاقدة علي لذي الدرجة. بقول لكم باختصار إيش سوت بنت خالتي: أرسلت لواحد من أخواني الأولاد الأشياء اللي سويناها قبل، كانت حافظة عندها كل شيء، تسجيلات الصوت ومحادثات وصور لي أنا، ومن بين كل هذه الدلائل القوية ألفت سالفة ما صارت من الأساس، إنه كنا إحنا وياها طالعين الحديقة عشان أنا أقابل رجال كنت أعرفه وكان راح يعتدي علي، لكن هي أنقذتني. أهلي مرة متشددين من هذه الناحية، دخل علي أخوي وكسر جوالي، وكل واحد من أخواني ضربني حتى أخواتي البنات. أبوي رفع علي السكين، ولو ما مسكوه أخواني كان رحت فيها. أتذكر أمي جالسة تبكي من القهر من اللي شافته، اللي سويناه شيء مهول. أقول لكم من الآن بقيت في الغرفة يومين أنتظر مصيري، هل أنا بكمل في هذه الحياة ولا بموت؟ جلست أفكر إنه إحنا ما قلنا إننا بنتوب وهذه حركات مراهقة، إحنا كبرنا، اللي أرسلته محتفظة فيه له كم سنة، ليش قررت تدمرني وتدمر حياتي وتفضح شيء هي كانت معي فيه، وهي تعرف إيش ممكن يسووه فيني أهلي. أنا تركتها لكن ما أذيتها ولا سببت لها مشاكل، ليش تسوي فيني كل هذا؟ اليوم الرابع دخلت علي أختي تناظرني باستحقار، قالت لي إن أمي قالت لها جهز أختك شوفتها الشرعية اليوم، وأنا أنهار وأبكي، جهزوني غصبا عني، لما جيت بطلع ما قدرت، في شيء كان موقفني، سحبوني بس ما قدرت أتحرك. أتذكر كيف ضربني أبوي ضرب وأخواني سكتوني عشان يعدلون شكلي، دخلت على الرجال وما كنت أتذكر شكله في ذيك الليلة، وافقوا علي وانخطبت، وكان أهل العريس يبغون زواج أنا ما كنت أبغى، لكن في ذيك الفترة صارت فترة المرض وتسكر كل شيء وما في أي فرصة لحفلة الزواج. طلعت من بيت أهلي مهددة إني ما أرجع لهم ولا أبكي قدام الرجال ولا يبغون مني أي مشاكل. كانت هذه المرة الأخيرة اللي طلعت فيها من بيت أهلي، وما عاد رجعت مرة ثانية. زوجي كان إنسان عادي طيب في البداية، كان مرة مراعيني كثير، تعودت على دور الزوج الصالح وكنت أعامله وأمثل كويس، لكن ما قدرت أحبه وأعطيه من كل قلبي مثل ما كان يسوي لي، وأحس أحيانا يحس بهذا الشيء. ما عندي مشاعر تجاهه ولا أنتظر منه كلام حلو ولا شكر لأنه ما يهمني. سمعت بعد فترة إنه بنت خالتي تزوجت من أخوي اللي فضحتني عنده، وهو حبها لأنها واحدة شريفة على كلامه وما تسكت عن الغلط، وسكنت عندهم في البيت. باختصار أخذت مكاني. بعد سنة من زواجي أهلي بدأوا ينسون السالفة ويحاولون يتواصلون معي، لكني ما كنت أرد على أحد. لما تزوجت انتقلت إلى مدينة ثانية، وهذا الشيء ساعدني إني ما أشوفهم. في يوم تواصلت معي واحدة من أخواتي تبغاني أحضر جمعة عائلية، مو عشاني أنا، لا عشان الكل. في ذاك الوقت كان يسأل عني لأني اختفيت وما رديت عليها، قامت وكلمت زوجي عشان يقنعني، أنا ما قدرت أرفض لأنه بيشك إنه في شيء بيني وبينه. لبست ورحت للجمعة هذه، شفت فيها أهلي وبنت خالتي وأقاربنا،
كل اللي سويته هو إني جلست وتكلمت مع الباقيين وطلعت بدري، وأنا خلاص بطلع. قابلتني بنت خالتي، كنت أطالعها من فوق لتحت، كانت مسمرة ونحيفة، واضح إنه فيها شيء. جلست عندي وبكت وطلبت مني السماح، لأنه من يوم ما فضحتني وهي أمور حياتها منقلبة، قرروا إنهم يشيلون الرحم عندها، وصارت ما تجيب عيال، وأخوي يعايرها بهالشي، وراح يتزوج عليها قريب، وأمها وأبوها ما يبغونها ترجع عندهم. حاولت أشفق عليها، أدور لها أي عذر يبرر لها، لكن ما قدرت، ولا تحرك فيني ولا شعرة. طلعت وتركتها على الأرض تبكي. لما رحت للبيت انهارت انهيار الله وكيلكم، خوفت زوجي، ما قد شافني أبكي من قبل، لكنها كانت عبارة عن تراكمات. أنا كنت كاتمة نفسي ومحرمة علي الزعل عشان ما يشوفني زوجي ضعيفة أو مكسورة. من سنة 2020 وإلى الآن كنت ما زلت آكل حبوب منع الحمل بدون ما يدري زوجي، وأدري إني اللي أسويه غلط، ومو من حقي إني أسوي كذا من وراه، خاصة إنه يتمنى أطفال. لكن أنا أفكر بالانفصال، ما أحس إني قادرة أكمل، وبعض الأحيان أحس بالذنب. حرام علي، زوجي شخص الكل يتمناه، لكن أنا ما أخترته. بكل بساطة أحس بالضياع، لأني بفقده وراح أظلمه معي بنفس الوقت، لأنه يستاهل واحدة أحسن مني. وبس كذا نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى إنكم استفدتوا حاجة.